طيب الله يسلمك. مع صبيحة 18 من نوفمبر، أقام سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي خصب حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 51 المجيد. حضر الحفل مسؤولو المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية ومسؤولو المؤسسات الخاصة والشيوخ والرشداء والوجهاء وعدد كبير من المواطنين. وقد تبادل سعادته مع جموع المهنئين التبريكات وعبارات الولاء لجلالة السلطان المعظم. وفي ولاية بوخا، أقام سعادة الشيخ علي بن سعيد السعيدي والي بوخا حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 51 المجيد. حضر الحفل مشايخ ولاية بوخا وعدد كبير من المواطنين. وقد تبادل سعادة الشيخ مع جموع المهنئين التهاني مشيدين بمستوى المؤسسات الخدمية المنتشرة في الولاية والتي تقدم خدماتها للمواطنين كبقية ولايات المحافظة. وفي ولاية دبا، أقام سعادة الشيخ أحمد بن علي الحبسي والي دبا حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 51 المجيد. حضره مسؤولو الجهات الحكومية العسكرية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص والرشداء وعدد كبير من المواطنين الذين توافدوا من شتى مناطق وقرى الولاية. وقد تبادل سعادته مع المهنئين كلمات الولاء والعرفان لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويعيد عليه هذه المناسبة أعواما عديدة وأن ينعم بالرخاء والسلام والتقدم على السلطنة. وفي ولاية مدحة، أقام سعادة الشيخ الدكتور حمد بن سعيد المعمري حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 51 المجيد. حضر الحفل مسؤولو المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص والشيوخ وجمع غفير من المواطنين الذين حضروا باكرا من قرى ومناطق الولاية. وقد تبادل سعادة الشيخ الدكتور مع المهنئين عبارات التبريكات بهذه المناسبة الغالية، رافعين أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالة السلطان المعظم ويعيد عليه هذه المناسبة لأعوام عديدة وللسلطنة حكومة وشعبا بالمزيد من الأمن والتطور، مشيدين بما تحقق على أرض ولاية مدحة من منجزات ومؤسسات تقدم خدماتها للمواطنين كبقية ولايات السلطنة.